بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء 11 لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى سنخصص الحديث عن صافي القيمة الحالية والمتعلق بالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع وواضح لدى الجميع. إذا لنبدأ على بركة الله. صافي القيمة الحالية تعتبر أحد أساليب تقييم المشروعات، وهي تساوي القيمة الحالية للمنافع ناقص القيمة الحالية للتكاليف، أو بعبارة أخرى هي التدفقات النقدية الداخلة ناقص التدفقات النقدية الخارجة. هنالك مجموعة من البنود التي تضمها التدفقات النقدية الداخلة، أهمها إيرادات المبيعات المختلفة، أيضا أي إعانات أو تعويضات، وكذلك قيمة الخردة. من يعرف لنا قيمة الخردة؟ ما المقصود بقيمة الخردة؟ ما هي قيمة الخردة؟ ما المقصود بها؟ نعم، قيمة أو القيمة المحصلة من الأصل بعد بيعه أو بعد استخدامه لفترة زمنية ولم يعد صالحا للاستخدام، فقامت الشركة ببيعه كخردة، وبهذا تكون هذه القيمة أو هذا المبلغ المستلم يعتبر من ضمن بنود التدفقات النقدية الداخلة للشركة. واضح؟ بنود التدفقات النقدية الخارجة تتمثل في التكاليف الرأسمالية والتي تتضمن قيمة الأراضي والمباني والآلات المعدات والأثاث وغيرها من التكاليف الرأسمالية، أيضا التكاليف التشغيلية والمتمثلة بالمواد الخام، وتكاليف العمالة والمصاريف الإدارية، وكذلك المصاريف النثرية، وأيضا من بنود التدفقات النقدية الخارجة كافة الاحتياطيات والضرائب المدفوعة. فيما يتعلق بالتمرين المتعلق باختبار حساسية صافي القيمة الحالية، غير مطلوب منكم، وهو الموضوع الوحيد الغير مطلوب منكم لعدم إمكانية طرح أسئلة عليه، لأنه يتطلب وجود بعض من الجداول والأمور المتعلقة بالمحاضرة.
القيمة الحالية بالريال بمعدلات الخصم، فغير مطلوب منكم، واضح؟ ننتقل الآن إلى الأسلوب الآخر من أساليب تقييم المشروعات، ألا وهو أسلوب الرقم القياسي للربحية. اختبار الحساسية غير مطلوب فقط، واضح؟ لا اختمل، فقط اختبار الحساسية غير مطلوب منكم. الأسلوب الثاني هو أسلوب الرقم القياسي للربحية، والمتعلق بأحد أساليب تقييم المشروعات، ويطلق على هذا الأسلوب أحيانا أسلوب التكلفة والعائد، حيث يوضح القيمة الحالية التي تكتسب من إنفاق كل ريال من قيمة الاستثمار الأصلي، وبهذا يعتمد على نسبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة على القيمة الأصلية للاستثمار. يكون المشروع عادة مقبول في حال كون العائد على التكلفة أكبر من الواحد الصحيح، والعكس كذلك. بافتراض، ركز معي حتى يتضح لنا المسألة، بافتراض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة تساوي 57,781 ريال، والتكلفة الأصلية للاستثمار تساوي 50,000 ريال المطلوب، حساب الرقم القياسي للربحية. لاستخراج الرقم القياسي للربحية ما علينا إلا تقسيم التدفقات النقدية المستلمة على التكلفة الأصلية، وبهذا نقوم بتقسيم 57,781 تقسيم 50,000 ريال، نجد أنها 1.16، أو بعبارة أخرى 116%، لاستخراجها كنسبة مئوية تضرب فيها 100 فتكون 116%. وهذا الرقم يوضح أنه مربح، حيث أنه يزيد عن الواحد الصحيح، عن الواحد الصحيح، وبهذا يكون المشروع مقبول، وبهذا يكون المشروع هنا مقبولا لكونه أكبر من الواحد الصحيح. واضح يا إخوان؟ طيب لنفترض مثال آخر، وأبغى منكم حله الآن. لنفترض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة كانت تساوي بقيمة 38,000 ريال، 38,000 ريال، بينما التكلفة الأصلية للاستثمار كانت بقيمة 40,000 ريال. المطلوب حساب الرقم القياسي للربحية وتوضيح قرار الاستثمار أو القرار للبت في المشروع، هل يتم البت في المشروع أم لا؟ هل يتم الموافقة على المشروع وقبوله أم لا؟ لماذا لا يتم قبوله؟ لأنه أقل من الواحد الصحيح. أحسنتم، لأنه أقل من الواحد الصحيح، واضح؟ الناتج 0.95 أو 95%، أقل من 100%، أقل من 100%، 95%، بينما المثال السابق كان بقيمة 116%، أي أن ربحيته 16%،
بينما الثاني إمكانية خسارته أو الخسارة المتوقعة تصل إلى كم بالمئة؟ إلى 5% إمكانية الخسارة، والمتبقية إلى 100% من 95، وبالتالي الخسارة المتوقعة في المشروع الثاني تكون بنسبة 5%، بينما الربح في المثال الأول قد تصل إلى 16%. واضح يا إخوان؟ واضح للجميع؟ وسيأتي سؤال على هذا الأمر، قد سيأتي سؤال بمشيئة الله تعالى على هذه النوعية من الأسئلة. ذكرنا في الأولى 116%، وبالتالي يكون الربح 16%، بينما الثانية لكونها أقل من الواحد الصحيح ولكونها أقل من 100% ب5%، فبالتالي تكون الخسارة المتوقعة 5%. واضح؟ أحد عنده أي سؤال يا إخوان؟ أي سؤال؟ إذا كانت أقل من الواحد الصحيح يرفض المشروع، إذا كان أكثر من الواحد الصحيح يقبل المشروع. المثالين السابقين أحدهما ربح باعتبار أنه 116%، فبالتالي ربح. الثاني 95%، فبالتالي خسارة بقيمة 5%، وهي المتبقي من 100% عن 95%. واضح؟ طيب، هل من أسئلة تتعلق بالمقرر بشكل عام يا أخوان؟ نعم، إذا كانت فوق 100 ربح ويقبل المشروع، إذا كانت أقل ولو بواحد، لو كانت 99، القاعدة هنا تقول أنه إذا كان أكبر من الواحد الصحيح يقبل، بينما إذا كان أقل من الواحد الصحيح فيرفض حتى ولو كان فيه قيمة 99%. أي سؤال آخر؟ ما إخوان؟ أي أسئلة أخرى؟ نعم، سنأخذ المحاوض الاستثمارية بمشيئة الله. هنالك لقاء غدا بمشيئة الله تعالى، هنالك لقاء اليوم غد بمشيئة الله تعالى كما هو مجدول عليه، في تمام الساعة 8:15 كما هو مجدول عليه مسبقا.
فيما يتعلق بالأسئلة لا نستطيع تقديمه إلى 8 لأنه وقت الصلاة، وقت الصلاة لا نستطيع تقديمه إلى 8. لا نستطيع تقديمه ولا تغييره لأنه مجدول مسبقا في المنتدى وتم تحديده وأرسل إليكم، فبالتالي البعض قد لا يكون متواجد معنا الآن ويتبادر بذهنه أنه في وقته المحدد له مسبقا كما هو مجدول له، وبالتالي سنبقيه كما هو في يوم غد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:15 بعد صلاة العشاء. هنالك بعض من الجزئيات التي نرغب بالتنويه عليها، الأولى منها حتى ما يفوتني طرح التكليف الذاتي الثالث، تم طرحه في المنتدى، فمن الأسبوع الماضي، فلعل الجميع قام بالدخول على المنتدى وقام بحله لأن آخر يوم تقريبا اليوم أو غدا، فآمل من الجميع الدخول على المنتدى وحله، وسنقوم بتصحيحه وإرسال الحلول النموذجية لكم بمشيئة الله تعالى. الأمر الآخر المتعلق ب الأسئلة، فبالتالي الأسئلة منوعة فيما بين الأسئلة النظري وأخرى عملي وأخرى عملي، فآمل من الجميع التركيز على كافة المنهج بشكل عام، حيث أن هنالك أسئلة تنوعية، الأسئلة شاملة للمقرر، لا تقول هذا الموضوع غير مهم فبالتالي تتركه، وإنما سيكون عليه جزء من الأسئلة. لا يحضرني كم عدد الأسئلة العملية أو الحسابية، ولكن هنالك كم منها قد يصل إلى 10 أو 15 سؤال، لا أذكر كم، ولكن هنالك مجموعة من الأسئلة. الأمر الآخر الكوزات والتكليفات الذاتية تعتبر مهمة جدا، يتوجب على الجميع معرفتها والمتابعة فيما يتم، وكذلك اللقاءات الحية في حال عدم أو لم تتمكن من الحضور لأحد اللقاءات الماضية بإمكانك الرجوع إلى اللقاء الاستماع إليه، الاستماع إلى ذلك اللقاء، وأيضا الحل التمارين التي أعطيت. المسائل الحسابية المتعلقة بالتحليل المالي مهمة، لا تهمل أي منها، قوانينها وكذلك القوانين المتعلقة بكافة القروض أو مصادر التمويل، المتعلقة بمصادر التمويل، السندات والقروض والأسهم جميعها مطلوبة. المثال الذي قبل قليل قمنا بشرحه سيأتي منه سؤال، أنواع المستثمرين سيأتي منها عدة أسئلة، أنواع الاستثمار سيأتي منها عدة أسئلة، العلاقة بين العائد والمخاطرة سيأتي منها أسئلة، المحافظ الاستثمارية التي سيتم شرحها في المساء غدا
سيأتي منها سؤال أو سؤالين على الأقل، فتجد أن الأسئلة منوعة في كل المواضيع، يعني تجيك سؤالين إلى 3 في كل موضوع من المواضيع التي قمنا بشرحها، لكون الأسئلة 40 سؤال وعدد اللقاءات 12 لقاء، فبالتالي ستجد أن هنالك مجموعة من الأسئلة، يعني قد تصل إلى 4 أسئلة مأخوذة من أحد اللقاءات، وقد تصل إلى 5 أسئلة كذلك. فلا تهمل لا تهمل لا تهمل أي لقاء من اللقاءات الماضية، خاصة لمن لم يتمكن من الحضور في نفس الموعد في اللقاء، يتوجب عليه إعادة الاستماع للقاء مرة أخرى حتى يتمكن من الاستيعاب للمقرر بشكل صحيح. نعيد ونذكر باختلاف الأسئلة لهذا العام، وذلك بحذف أو عدم وجود أي أسئلة تتضمن كل ما سبق ذكره صحيح أو لا شيء مما ذكر صحيح. لا بد أن تكون هنالك إجابات محددة للاختيارات الموجودة في كل سؤال من الأسئلة، واضح؟ هذه بعض من الملاحظات التي أحببت أن أقوم بالتوضيح عنها. الأسئلة سهلة لمن تابع معنا أول بأول، لمن تابع أول بأول ستكون الأسئلة بمشيئة الله تعالى سهلة للغاية، ولكن لمن لم يتابع فهذا أمر راجع إليه. يعني أنا اختناف، أنا صاحب الأسئلة عليكم اختناف. هل سبق وأن صعبت عليكم الأسئلة؟ أنتم سبق وأن درست عندي الأعمال المصرفية، هل كانت صعبة؟ هل كانت صعبة ولا مباشرة؟ ولا بد من وجود سؤال أو سؤالين حتى تميز المتابع والمجتهد من من لم يتابع أو غير المجتهد، فهذا قد لا ألام في هذا في وضعه، وذلك لتمييز المميز منكم. لا تتخوفوا من الأسئلة، أسئلة سهلة بمشيئة الله تعالى، فقط عليك بالمراجعة والتركيز في ما تم شرحه، وأيضا فيما تم التركيز عليه أثناء اللقاءات الحية، وستتمكن بمشيئة الله تعالى من الحصول على درجات عالية في المقرر بمشيئة الله تعالى. واضح؟ شرحنا اليوم سيأتي على الأقل سؤالين من اللقاء اليوم المتعلق بصافي القيمة الحالية، وكذلك موضوع المتعلق ب أسلوب القياس وأسلوب الرقم القياسي للربحية، فركز في هذين الأمرين، سيأتي لك سؤالين على الأقل، هذه مضمونة لك إن شاء الله. طيب، أحد عنده أي سؤال يا أخوان، أي أسئلة قبل أن نطرح الكوز؟ سنقوم بطرح الكوز الآن.
أي سؤال يا أخوان؟ سيتم طرح الكوز الآن، وبعده سنقوم بمناقشة هذا الكوز مع بعضنا البعض بمشيئة الله تعالى، وإعطائكم بالإجابات النموذجية له. فآمل من الجميع المشاركة في حل هذا الكوز لأهميته. الكوز الآن أمامكم، وهو عبارة عن 3 أسئلة.
طيب يا إخوان، هل من أسئلة قبل أن نقوم بحل الكوز مع بعضنا البعض؟ هل من أسئلة تتعلق بالمقرر بشكل عام؟ فيما يتعلق بالناتج، نقربه إلى أقرب عدد صحيح. إذا طلع معك الناتج يختلف عن ما هو موجود، فبالتالي يقرب إلى أقرب عدد صحيح، مثل ما حصل في المثال المعطى لكم في الكويز. واضح؟ الوقت المحدد للكوز الآن انتهى، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول، يقول: عند تقييم المشروعات الرأسمالية ينبغي تحديد معدل العائد المرغوب أو المستهدف مقدما، وذلك لاحتساب، هل هو لاحتساب معدل العائد المحاسبي أم صافي القيمة الحالية أم فترة الاسترداد؟ والإجابة الصحيحة لمثل هذا السؤال تكون بمثابة صافي القيمة الحالية. السؤال الثاني يقول: مجموعة الأصول، وأعطانا مجموعة من الاختيارات، هل هي إجمالي الأصول المتداولة ولا الأصول المتداولة مضافا إليها الأصول الثابتة، وإلا الأصول المتداولة مضافا إليها المطلوبات المتداولة؟ طبعا الإجابة الصحيحة الأصول المتداولة مضافا إليها الأصول الثابتة. السؤال الثالث والأخير في هذا الكويز يقول: بافتراض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستلمة تساوي 57,781، والتكلفة الأصلية للاستثمار 50,000 ريال، فما هو الرقم القياسي للربحية؟ هل هو 1.18 ولا 1.16 ولا 1.19؟ الإجابة الصحيحة 1.16. لمثل هذا السؤال، ركز معي يا أخوان، في المسائل الحسابية سواء لمثله أو لأشباهه مما يتعلق بالأرقام، قد لا تكون الإجابة في 1.16 بدقة، وإنما هي 1.157 أو 156، فبالتالي تقربها إلى أقرب عدد صحيح، ألا وهو 116، لأن فوق الخمسة، أنت عارفين الأمور هذه، فوق الخمسة تقربها إلى العشرات، بينما دون من الخمسة تقربها إلى الأقرب، الأقل منها للعشرات الدنيا. واضح؟ واضح هذه الجزئية يا إخوان؟ هذه الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة الآن أمامكم. الإجابة هنا، قمنا بتقسيم التدفقات النقدية المستلمة على التكلفة الأصلية للاستثمار، هذه القاعدة كما ذكرناها في الأسلوب القياسي للربحية. واضح؟ طيب، في غضون الدقائق الأخيرة المتبقية، هل من أسئلة متعلقة بالمقرر بشكل عام قبل أن نختم هذا اللقاء يا أخوان؟ هل من أسئلة؟
نأمل من الجميع الحضور في لقاء غد، لأنه سيكون شرح للموضوع الأخير والمتعلق بالمحافظ الاستثمارية من مفهومها وخطوات إدارة المحفظة وكيفية التخطيط للعملية الاستثمارية، ويلي ذلك طرحنا للكوز كما تعودنا، والمتبقي من الوقت سيكون هنالك مراجعة بشكل سريع، وأيضا سيكون هنالك بعضا من المعلومات المتعلقة بالأسئلة وكيفية نوعيتها وما شابه ذلك من الأمور. قبل أن نختم، هل من أسئلة؟ أي سؤال يا أخوان قبل أن نختم؟ طيب، بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.